باي باي. قولي قولي باي، قولي باي للكاميرا. شوفيني وانا بقول باي للكاميرا، هتلاقيني طالع على القناة ايدي. كل سنة وهي طيبة. كل سنة طيبة يا ماما، وعقبال 100 سنة يا رب كده، وانت في صحة وخير وفي سلامة يا رب. هتقول لها قول لها كل سنة وانت طيبة، أحلى أم. ما هي هي أحلى أم ليه؟ والدي تخف العيد، أحلى أم ليه؟ ما هي هي، ما أنا هقول لها نفس الكلام والله. أنا بحبها، ربنا يخليها لي. كل سنة وهي طيبة وعلى طول معانا. أمك ليه أحلى أم؟ عشان خلفتني فأنا قمر. إزاي خلفتك يعني؟ يعني هي خلفت الملاك. السبانخ والعدس. ايه هو اللي اسمها ايه؟ الكوسه. لا يا جدع، الكوسه هي تتاكل؟ تتاكلش والله. امي ما بتعرفش تعملها اصلا. بكرهها سم، هي بتعملها غصب عنها. العدس، وبحب اقول لك يا امي انا ما بحبش العدس، وكل مره تعملي وتقول لي والله حلو اقول لك ما بحبوش. لا عادي، اللي عايز يخش المطبخ خش. لا ما تخشش هنا خالص. طيب دايما بتدهوا المطبخ وانا اللي بعمله، وانا ما بعملش حاجه بصراحه. جت الحزينه طفى، ما لقيتش مطره. انا اوقه قبل ما اخرج. ما بقاش تعمل دلوقتي. ما فيش عندنا دافر في البلد. ممكن بجيب بصراحه معاك شير بوكس عشان بحبه. انت بتسال اسئله مش موجوده اصلا. لا عادي عادي، ما احنا يعني لما بنيجي نطلب حاجه بتبقى هي انا يعني بنتشاور انا وهي الاول. لو هي عامله اكل في البيت هو الشمشب بيتحرق عادي. مدلعه اللي هي بنت مدلعه كده على وش فيها؟ لا لا، الاسامي دي انا عارفها، دي اسكندرانيه صح؟ انا سمعتها، انا مراجم. طب انت تعرف العجل في بطن امه؟ لا والله مش هي اكله، اقسم بالله غاليه جدا، هي حوالي بتكلفك 7.5 او 8 جنيه والله. هو مين مقترح الاول؟ واحد تافه صح؟ بتاع رز بلبن؟ اللي فيلم بشمهندسين؟ اللي فيلم بشمهندسين؟ عرفته ده بيعمل رز بلبن ده بالصلاه على النبي. ايوه يا حلويات، بس المدلعه دي حاجات كتيره ببعض تقيله كده. ليه؟ بحبك يا امي يا احلى امي في الدنيا. طب هستفاد ايه؟ يعني لما اقول لها بحبك خلاص. طب اشمعنى عيد؟ ثواني بقى، انت عملت اسالك انا سؤال، ليه معمول عيد ام للام ومش معمول عيد ام للاب؟ عيد اب للاب. لو في عيد الاب فانا بقول لابويا واحب اوجه له ان انت احلى اب بتعمل بيتزا. والله ما اقولها غير لو السيف على رقبتي، والله ما اقولها. ايه؟ لا بحبها الست الكل، بس لما تبقى موجوده اقول لها بحبك على الاخر. ايه ده، انت صدقت بتقول افتحوا قناه؟ لا مش مستني يا